من القاهرة مع دكتور حسن سلامة. ما هي القراءة السياسية دكتور حسن الآن للتحركات الأمريكية في المنطقة؟ اليوم عامس هوكستاين في بيروت، وتابعنا ما جرى في بيروت اليوم، غدا سيأتي بلينكن للمنطقة في هذه الزيارة الجديدة، ترى كيف تتحرك الإدارة الأمريكية في هذا التوقيت؟ هل فقط نزع فتيل صراع مع إيران، أم أنها قد تسوق عدد من الأوراق للتسوية السياسية؟ مساء الخير يا أستاذ عمرو، شكرا جزيلا على الاستضافة، وتحياتي لك ولضيوفك الكرام. يعني أتصور يا أستاذ عمرو أنه عنوان هذه الفترة التي نحياها أنه لا جديد تحت الشمس. لا يمكن أن نصف التحركات الأمريكية ممثلة في المبعوث الأمريكي إلى لبنان، أو الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين للمرة 11 كما أشرت، بأنها سوف تأتي بجديد. المسألة مرتبطة بمزيد من المماطلة، بمزيد من استراتيجية شراء الوقت، مزيد من الوقت أمام نتنياهو ليمارس عدوانه السافر على قطاع غزة وعلى الضفة وعلى الجنوب اللبناني، مزيد من الضحايا الفلسطينيين الشهداء والمفقودين والمصابين، مزيد من الشهداء الذين يسقطون من المدنيين في الجنوب اللبناني، حالة من حالات الكارثية التي نعانيها. لا أتصور أبدا أن الإدارة الأمريكية لديها إرادة الآن لطرح أي يعني صفقات ممكنة للتوصل إلى هدنات أو حقن الدماء أو وقف هذا العدوان، لأن ولكن لو أراد ولكن عفوا دكتور للمقاطعة، ولكن هوكستاين اليوم في بيروت كان يحاول تعديل القرار 1701. أي نعم، هي لصالح إسرائيل هذه التعديلات، ولكن تشعر أن هناك نية، هناك رغبة أمريكية يعني بصورة أو بأخرى. يعني أتصور يا عمرو أنه الحديث بتاع هوكستاين كان حديث مريب. ليه؟ لأنه أشار إلى ما يسمى بالإضافات دون أن طيب نعلم ما هي دكتور هذه دكتور حسن، يعني يجب فقط أن أشير إلى هذه الغارة الإسرائيلية الجديدة الآن على الضاحية الجنوبية في بيروت، وتصاعد كثيف للدخان وسحب الدخان الأسود ربما من هذا المكان أو المقر أو البناية. ربما حتى الآن لم تتوفر أي معلومات حول الموقع المستهدف على وجه التحديد، ولكن هذه الصور من الضاحية الجنوبية لبيروت على الهواء مباشرة لهذه الغارة الإسرائيلية التي نتج عنها هذا الحريق والدخان الأسود الكثيف الذي يغطي سماء الضاحية. تفضل دكتور. يعني دعني أكمل معك أستاذ عمرو الطريق. إذا افترضنا جدلا وهو فرض غير موجود الحقيقة، أن هناك إرادة أمريكية للضغط لتنفيذ القرار 1701، وواضح جدا أن المكونات اللبنانية جميعها أكدت استعدادها لتنفيذ هذا القرار على حد قول الرئيس ميقاتي بما فيهم حزب الله. هل تتصور أن إسرائيل سوف تستجيب وتلتزم بتنفيذ هذا القرار بكل بالشروط المعدلة إن وافق عليها اللبنانيون، اللي هي الحقيقة غير مقبولة لا من المجتمع الدولي ولا من لبنان ولا من أي دولة صحيح تحترم سيادتها واستقلالها؟ غير متصور أنه القوات البرية والقوات الجوية الإسرائيلية مسموح لها بأن تعربد في الأراضي اللبنانية ذات السيادة وأن تعربد في الأجواء اللبنانية ذات السيادة دون رادع. يعني هذا الأمر غير متصور. إذا نصل إلى نفس النتيجة، أنه نتنياهو يدمن استراتيجية شراء الوقت حتى يستمر في هذا العدوان لتحقيق مآرب وأهداف.